كان نيلز كما تعلمون فتى شقيا. في احد الايام اغضب القزم فاصبح صغير الحجم، وبعكس مورتون الذي كان يريد الذهاب الى ليلاند بلاد الطيور المهاجرة، كان نيلز يريد العودة الى بيته وامه وابيه حيث كانا بانتظاره. هاي نيلز، نيلز استيقظ يا نيلز، استيقظ هيا بنا، هاي استيقظ نيلز، ما بك يا رات؟ ما بك؟ هيا بنا أسرع يا نيلز أسرع. هاي انظر. أمرك انت ترون إلى أين أنت ذاهب؟ ولكن أنا لا، لديه مناقشة هامة عليك ألا تتدخل فيما لا يعنيك يا نيلز. إنك طيب جدا، لا تستطيع أن تقول بأنه قد بدأ صفحة جديدة. أنت تعلم كم كان شقيا وسيئا في التعامل مع الآخرين. معك حق، أنا لم أظلمه أبدا أبدا، نيلز كان سيئا. هذه نقطة له. الواقع إن شخصية أي إنسان لا تتغير بهذه السرعة. تعني أنه سيظل هكذا طوال حياته؟ هدئ أعصابك، إنني أعني بأن عليه أن يحاول بجدية أكثر لكي يعود كما كان. إن القزم لن يرفض طلب القائد أكسى. لا تقلق يا نيلز، إن القزم لن يرفض طلب القائد أكسى أبدا. لكنهم يغادرون. لا، القائد أكسى، القائد أكسى، أيها القائد. نعم يا نيلز، ما بك؟ ماذا حصل؟ إن رأي القزم بالنسبة لإعادتك لحجمك الطبيعي أنه أنه لن يتم ذلك في الوقت الحاضر. يعني أنه رفض؟ لا 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 لا. ماذا حدث يا من؟ لا، لدي. لا تغضب، لا تغضب يا نير. لقد سمعت بأنه كان ولداً شقياً في السابق، أظن أن ذلك كان الحل الوحيد. هل تعتقد أن نيلز سيبقى هكذا إلى الأبد دون أن يتغير؟ لقد قال شيئاً عن محاولته العودة إلى حجمه الطبيعي. ها لنذهب. سمعت، لا تزال لدي الفرصة للعودة لحجم الطبيعي. لقد عاد إلي الأمل، لقد عاد إلي. تعبان، لماذا يضيع القائد وقته بهذا الفتى؟ ستشرق الشمس بعد قليل، حان وقت الذهاب. أيها القائد أكسى، أظن أنه قد حان وقت الذهاب. أنا أعلم ذلك، انتظروا قليلا الآن. حاضر. إنه نيل. نيل. يبدو سعيدا. أيها القائد، أرجوك خذني معك. أنت جاد في هذا؟ أخبرني أولا ماذا حدث معك. إذا ذهبت إلى البيت فعلي الذهاب إلى المدرسة والعمل، لهذا أنا معكم. حسنا يا نيلز، أنت واحد منا منذ الآن فصاعدا. شكرا أيها القائد. حسنا، ماذا سأفعل؟ علي أن أتحمل وزنك على ظهري طوال الرحلة. لا أحب هذا. ترى بماذا يفكر القائد الآن؟ الآن سنبدأ رحلتنا إلى ليلاند. ليلاند، ليلاند، ليلاند.
أنت بخير؟ نعم شكرا إنغريد، كدت أن أموت هناك يا عزيزتي، لقد انهكت قواعي. على رأي تعال. انظر رأي. يا إلهي، هل سنمضي ليلتنا هنا؟ نعم دائما نفعل ذلك. إنه مخزن للأكل، يوجد طعام بكثرة هنا. رات لندخل هنا. هيا بنا. ترى ما هو؟ مكان عجيب، سنكتشف الموقع. ما هذا يا رات؟ إنه فأر. أنا لا أعرف الفأر. هذا فأر. لا لا. لا تقلق، إنه صديق عزيز علينا. صديقكم؟ صديق؟ ما الذي يحدث يا سوبنقا؟ ساعدني أيها القائد أكسا، ساعدني، إن القلعة سوف تحتل من قبل الفئران الرمادية. ماذا؟ فئران رمادية؟ لقد أخبرنا سرب من الطيور بأنهم متجهون إلى هنا. هذا يعني أننا نبقى هنا. كاك لن نبقى هنا. كم هذا مريع، لا أستطيع حتى أن أنظر إليها. ولكن بوجود هذه الفئران الرمادية ألا توجد طريقة أخرى؟ إن رجال الفئران في الحفل الرسمي الكبير، نحن كنا نعلم أن الفئران الرمادية كانت تريد هذه القلعة منذ زمن، ولكن لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ أرجوك أتوصل إليك أيها القائد أكسا، ساعدنا أيها القائد، لا تتركنا، افعل شيئا، ساعدنا أيها القائد. ولكن بوجود هذه الفئران الرمادية ألا توجد طريقة أخرى؟ هناك طريقة واحدة. ما هي؟ الغراب الذي يعيش في المعبد كانت لديه صفارة خاصة لتبعد الفئران الرمادية. من سيطلقها؟ من؟ نطلب من نيل إطلاقها. نعم يستطيع أن يطلقها فعلا. نطلب من نيل إطلاقها. نعم يستطيع أن يطلقها فعلا. ماذا أنا؟ لا تقلق يا سوبن، إن نيلز أذكى منه،
أنتم على حق، هو يستطيع أن يطلقها، ولكن المشكلة هي هل نستطيع أن نخطرها قبل أن تأتي الفئران؟ ستشرق الشمس بعد قليل، حان وقت الذهاب. راك راك، الفئران قادمة قادمة. الفئران قادمة. راك مورتون، يجب أن نفعل شيئا. مورتون راك، ماذا نفعل؟ إنهم قادمون بالمئات. ضيفوا، اسمعوني، نحن سنطرد الفئران السوداء من القلعة، لا تستسلموا أبدا، هل تفهمون؟ سوبن، أخبر أنجريد وسويلي عن مكان الصفارة، هيا. أما أنتم فعليكم أن تحتموا بالقلعة، أسرعوا. نحن أيضا؟ نعم. حاضر حاضر. لقد كان سوبن يعاملنا معاملة جيدة دائما. أنجريد سويلي أحضر الصفارة، هيا. ما أنتم فعليكم أن تحتموا بالقلعة، أسرعوا. حسنا، ابدأوا بالهجوم. نيلز ما إنهم قادمون. لا يجب أن نتصرف. مورتون مورتون، هل تستطيعون أن تتسلقوا السور؟ تحركوا تحركوا بسرعة. مورتون دعني على ظهرك، خطة الدفاع. نحن ستظل يا حكيم زمانك. اهجم على الفئران، هيا بسرعة، أنت بطل يا مورتون. لا 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 لا، علينا أن نسرع، إنهم يتسلقون بسرعة. هيا بطل 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 مورتون، هيا إلى الأمام إلى الفئران. أحسنت مورتون أحسنت. جوع الغبي. أنت تتسلق السور، تحركوا تحركوا بسرعة. لا تستسلموا أبدا، هل تفهمون؟ إنهم أذكياء جدا جدا. لا تقلق يا سوبن، إن نيلز أذكى منهم بكثير. خطة مضادة ضد الدفاع الفأري. ري ري ها. يحضرون المدفعية الفأرية.
وأيضا صواريخ وقنابل فأرية لنستعد. هيا والآن اطلعوا. هم يهجمون. من هنا سيلي. لا بد أنه هناك. بتاركي. بتاركي. بتاركي أجبنا. بتاركي أين أنت؟ يجب أن تخرج يا بتاركي، نحن بحاجة إليك. بتاركي أين ذهب بتاركي؟ يا بتاركي يجب أن نجد سيلي. نعم نعم هيا بنا نبحث. هيا بتاركي. بتاركي أين أنت يا بتاركي؟ بتاركي ليس لدينا وقت، نحن بحاجة إليك. بتاركي ترى أين ذهب. بتاركي بتاركي اركضوا الأبواب. ها يا زبناء يا زبناء، هنا هنا أنا يا إلهي. اسمعوني اسمعوني. شكرا شكرا جزيلا. شكرا بتاركي. هيا اطلعوني يا زبناء. حاصروا زبناء. اطلعوني يا زبناء. حاصروا اطلعوني. رونا رونا يا زبناء. هنا هنا. ماذا أفعل؟ لقد أنسى كنا إلز أمسكنا بك أمسكنا بك إلز. أمسكنا بك أمسكنا بك أمسكنا بك أمسكنا بك أمسكنا بك أمسكنا بك. احضر الصفار إنجريد. نيلز نيلز
ببطء ليش؟ تذكر لحن التنوين ها؟ تذكر لحن التنوين ها؟ Yes. حسنا هذه هي النهاية أيها القائد، كان الخطر شديدا، شكرا جزيلا أيها القائد، شكرا شكرا على ما قدمت لنا، شكرا شكرا. لا بأس لا بأس، أشكر نيلز أولا. هناك يوم في السنة تجتمع فيه جميع الحيوانات للاحتفال الكبير. القوانين هناك تنص بألا يؤذي أحد الآخر. الثعلب الغدار الجائع دائما ريكس يرى تجمع الحيوانات فيسر كثيرا إذ سيحصل على طعام، فيبدأ محاولا كسر القانون. حسنا لن أقول المزيد، ستعرفون المرة القادمة.